ما تحرق بنزين شوية يا اسطى، عايزين نلحق الفطار. بنزين باشا، انت تعرف لتر البنزين بقى بكام؟ بلاش، تعرف الكاجو بقى بكام؟ انا صاحب مزاج، انت مش غريب. ايه يا اسطى، ما انت تاكل كاجو ليه اصلا؟ يا تفردها شوية يا تنزلني على جنب. اوعى تخلي حاجة تضايقك، خلي السعادة عادة في رمضان على ميجا اف ام.